Луганский народ. Putin is the aggressor. Ongoing increases. الجنيه المصري أدنى تاريخيا أمام الدولار. I have never seen climate carnage on this scale. Energy security has a price as well. استقالتي من منصب رئيس الوزراء. الولايات المتحدة تسجل رقما قياسيا في إصابات كورونا اليومية. تمت الموافقة على زيادة 400 ألف برميل يوميا. صفقة مايكروسوفت وأكتيفيجن التاريخية 69 مليار دولار. نقل 4% من أسهم شركة أرامكو إلى صندوق الاستثمارات العام. ماذا يعني وصول النفط إلى 100 دولار للبرميل للاقتصاد العالمي؟ عمل عسكري في دونباس. تراجعات حادة. اللون الأحمر هو المسيطر. ما بدنا نسوي شيء شات. We've now sanctioned Russian banks. We will freeze Russian assets. أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا تقفز 47%. We're banning all imports of Russian oil and gas. الفيدرالي يبدأ مسار رفع الفائدة في حملة هي الأشد منذ عقود. هبوط إضافي للجنيه الذي تراجع إلى أدنى مستوى له على الإطلاق. ديوا تنضم إلى سوق دبي المالي. يشهد الاقتصاد الأمريكي انزلاقا نحو الركود. حرب في أوكرانيا ستبطئ وتيرة النمو الاقتصادي العالمي بشكل ملحوظ. الأزمة بين الجزائر وإسبانيا تتخذ أبعادا جديدة. رفع أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية، أعلى مستوى رفع منذ عام 2000. إعلان الحداد في عدة دول عربية. Tragic milestone here in the United States. 1 million COVID deaths. قرر الاتحاد الأوروبي فرض حظر جزئي على واردات النفط الروسية. زيادة أوبك بلس للإنتاج بمقدار 648 ألف برميل. سعر الجالون من البنزين وصل إلى 5.5 دولارات. تخلفت موسكو عن سداد ديونها السيادية للمرة الأولى منذ أكثر من قرن. ناسا تنشر صورة للفضاء تحتوي على مئات المجرات. أدنى مستوى لليورو منذ 20 عاماً. The global monkeypox outbreak represents a public health emergency. بايدن يعلن مقتل زعيم تنظيم القاعدة. وصلت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان. التحقيقات الفيدرالي يداهم منزل ترامب في فلوريدا. رفع بنك إنجلترا الفائدة البريطانية بأكبر وتيرة في 27 عاماً. The largest ever release. تحرير ما يصل إلى 180 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي. حقق عملاق الطاقة السعودي أرباحاً صافية تخطت 181 مليار ريال. العراق يغرق بأزمته السياسية والأمنية. غازبروم الروسية ستعلق بالكامل العمل بهذا الخط إلى أجل غير مسمى. Introduce a new energy price guarantee. المركز الأوروبي قام برفع أسعار الفائدة ب 75 نقطة أساس. معدلات التضخم في منطقة اليورو تسجل نسبة قياسية جديدة. بوتين يعلن توسعة خارطة روسيا الاتحادية بانضمام مناطق أوكرانية. في تحرك هو الأكبر منذ جائحة كورونا، تحالف أوبك بلس يقرر خفض إنتاجه النفطي بمليوني برميل يوميا. I am a fighter and not a quitter. I am resigning as leader of the Conservative Party.
We will stay the course. الفدرالي الأمريكي يرفع الفائدة ب 75 نقطة أساس. قصة انهيار منصة FTX تمتد إلى عالم الكريبتو بأكمله. We will make America glorious again. عدد سكان العالم يتجاوز اليوم 8 مليارات نسمة. كوب 27 تقر صندوقا للخسائر والأضرار. احتجاجات واسعة النطاق. سريان قرار الحظر الأوروبي لشحنات الخام الروسي. مصر ماذا بعد حصولها رسميا على حزمة دعم مالي بثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد؟ رفع المركزي المصري الفائدة 300 نقطة. وأعلى مستوى في 15 عاماً.